إذا 13 يوما مرت على أعمال البحث والاستقصاء عن آخر أسيرين من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين نجحوا في الفرار من سجن جلبوع شديد التحصين في الواقع. بعد ذلك إذن بعد هذا أو هذه الأيام 13 ألقى الجيش الإسرائيلي القبض على آخر أسيرين من الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع، مناضل انفعات وأيهم كمامجي. كان يختبئان داخل منزل في الحي الشرقي من مدينة جنين، فاعتقلا مع اثنين آخرين كانا معهما. إسرائيل في الواقع نشرت فيديو العملية الاعتقال التي جرت فجر اليوم، ونتابع ذلك معا. إذن أسبوعان ونيف والجيش الإسرائيلي يبحث عن أسرى فروا من سجن جلبوع شديد الحراسة شمالا عبر نفق في الواقع حفروه داخل دورة المياه قادهم إلى خارج السجن. عملية الفرار التي وصفها بعضهم بالبطولية وآخرون بالأفلام الهوليوودية دفعت إسرائيل إلى تنفيذ عملية مطاردة واسعة النطاق داخل أراضيها وفي الضفة الغربية مسقط رأس الفارين. في العاشر من سبتمبر رصدت مروحية للشرطة الإسرائيلية في الناصرة اثنين من الفارين ليوقفا، وهما يعقوب قادري ومحمود عبد الله عارضة. السبت الماضي ألقى الجيش الإسرائيلي القبض على اثنين آخرين كانا يختبئان داخل مرآب للسيارات في بلدة الشبلي قرب الناصرة أيضا، أحدهما زكريا زبيدي القائد السابق في كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح في جنين. ومع عملية فجر اليوم تكون إسرائيل أنهت مسألة فرار الأسرى الستة دون أن تنهي تداعيات القضية لتصبح رواية تحكى عن أسرى حفروا نفقا بقطع معدنية ونجحوا في الفرار.